استغل هذه المحاولة الانقلابية للقيام
بالهروب الى الامام في قمعه وفي محاولته. كما نتذكر جيدا ان في تلك الفتره يعني تم حظر الحزب الشيوعي التونسي مباشره، تم اهداف مجموعه من الصحف التي كانت تمثل منابر تقدميه في تلك الفتره، وانعقد بعد اقل من سنتين من تلك الفتره انعقد المؤتمر الحزب، وبالصدفه الاسود اللي كانت هي الصدفه او هو متن التاريخ الذي كان يخطط له حقيقه انه انعقد في مدينه المنزلق، واسس قصر المؤتمرات بني لكي يحتضن بالخصوص هذا المؤتمر، ومن وفي ذلك المؤتمر غير اسم الحزب، وكان المنعرج القمعي اقوى سرعه في القمع من سمي الحزب الاشتراكي الدستوري، وبني على النمط الاحزاب الاشتراكيه. يعني هذه ربما ايضا تبين كيف ان قبيبه لم يتعرض من هذه التجربه لمقيم الانفتاح، بل على فعل العكس حين صار بسرعه اقوى في القمع. وشكرا جزيلا.